Kori dengan nomor peserta SB.310 akan membacakan surah An-Naml halaman 383 dimulai dari ayat 67 dan seterusnya. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ولا تحزن عليهم ولا تكن
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. صدق الله العظيم.